Camune, la Cihania de la Flor Parada. Thank you.
الحمد لله الذي جعل الزواج سبيلا للعفة والحصانة وأمر المسلمين بتيسير طرقه وأسبابه ووعد الراغبين في إعفاف أنفسهم عن الحرام للغنى والسعة في الرزق فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم والصلاة والسلام على هذه البشرية ومعلم الإنسانية المربي الأكبر والزوج المثال الأكمل سيدنا محمد الذي وجه الأمة إلى المراق ومدارك العزة والاستقامة حث الشباب خاصة على الزواج مبكر فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. أيها الجمع المبارك حكوميين وإعان المدن والقرى العاملين في القطاع الخاص والعام شباب المستقبل أيها العلماء الأجلاء أحييكم بتحية الأمن والسلام تحية أهل الجنة في الجنة وأنتم لها أهلا فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد أيها الحضور الكرام لقد اجتمعنا هنا في سبيل إعلان زواج أخينا محمد مؤمن صالح مع زوجته الكريمة سائلين الله أن يوفقهما ويسدد خطاهما ويصلح أولادهما إنه على ما يشاء قدير نعم المولى ونعم النصير. سادة الحضور تلكم برنامج هذا الحفل الكريم تلاوة القرآن الكريم يتلوها الأخ مؤمن الهادي موسى الهادي محمد الذي يعرف بالفنان. يأتاني موعظة الحسنة مع الأخ عبد الله عبد الله عبد الوهاب بعدها الدعاء مع الأخ الأستاذ موسى ابن علي الفترة الأخيرة مع الشيخ الأستاذ زكريا يوسف الأخير كلمة التوزيع والتوديع مع الشيخ أو الحاج عمر إسماعيل كلهم فليتفضلوا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، كوزي وتكوفو وإسلام رونسان يارما كنتم تكوفا ملاون ومناسبة وهم الآن ووينجي ولوبان ومجواو هيو ومنكاون ومزايا وجلهانيها قبلية ممارينوي Réadini, réagidunia, et forçoa inu, et quand on forçoa, il y a un petit hali winji, rikrishiwao, hawinji, kabatsi ritsahao zo, tembejitukufu, iton de sidira. De sidira na haina ikao ngazila yao, hosoni mamu. Womri aliyo. Wazia ni mwendao harwe ni safari yangu iho pia nyezi kuhahati robo zinji za ujiri bosoni mao mtihani wa ulauza ubahanu walio ya shibira ya hama na nyezi mkumbu ya jahalia ike rikani gulmanu ikawo na wasudiri ili rikune ili fungu lahanti ziwa uwa rikawo na wasudiria أقام يزيد سبحانه وتعالى أرم يوكايا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السنيرة كتوهو هين بحن كتو تهيتو كان إزا أهونا بوكاوا ويجي زوتو كاتيبكو رهانا لينو زوتو كهرمجيبكو سوانا لينو Shazoto tilo tihani wa mnyezi mgu buyata hao lefungula nafsi la hatu ubahamika unga lito kanza libenule ilila hafu ya hatu ilibomoe amgenga ritaw hao ya shibra haina bahanu ikawungasi haina ngawe utopua na mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala gurambiyo honi imewa hemtumewa hae Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam gurambiyo kawo hata shawkata tashukuha hata shiba Shachourunga harme hazi oto ufani. Rekando dao ni hao. Rekando honze hao. Dontia niwe dao. Yo hazi wa huna. Hamadha ambi ubangulao. Na daraja mnyesi nge uhezao. Ezaruna banu harmon konti uno. Ntihanika o. Kataka utawa na rongo ito shibra. Ililike harmale cha imoku. Mnyesi nge alichungu wao. Harmua rumbae. Wanoka ondo wa shibiri. Ama yeza hei. Ya khutba leo. Gamunga. Não brinca o se caminha hoje na mudança dele. Isso é quando lá anda algo, recheia-se na boca. Quando a velocidade isso é quando se acanda algo.
hapo zamba hafuri sababu kaya mizungu harika amri njini zilio hame Qur'ani hau amrisha lori ya amri ya manu yilo harma surati nisa ya mokaya wakihu maatabe lakum mina nisa na mlole mwikoto mjibiani haruma ruwashi rabe amri inu ikamungosa haina mbikao hasaha miliki ya haki ya ulole hasaha mda nile stipaha mchida ikawne ya hapa ne sharia shahati mchida sahaini mbikao ikazi gila zibu ikaye ya sane ya tekeleze ya sunayu ya sunayu ikansi ya suna shahada raja doko mbikao hauchungi zo wajibu gero hao hamema hala yaka yo sunna kwa hajeju doko mbikao kebaki ukakweli yo sunna ilo mustahabu hajeju ya kambu watu ya fani ama haini mbikao hawasile kiwongo ya lazimu kaya zifani hawketi mna ushina jimili ya katina ifa na bugio waji wa hajeju bali guhu rozaari Oli hunge wa ushida azifane, na yeti mwa ushida asubiri, ya kekalole. Ibaki ya sunna, ilo mustahabu. Ya hibri kao yeye ushida hatadara kwa zi aasabu za haya, ujimiliki. Hoka, ya shida unekanga wa zilo muhimura hani izo, ya zi akhirishe. Amge muna utafauti, haramuwa mikaulu wa amnisho wawo. Ame amriani ya bini, ilio haramuwa surati nuhu. يزق سبحانه وتعالى رب يوكايا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم هم يتورغوزي وهم لوضعنا نوتازي لما ضمن عمله وملكوه وانا إكاو وصوى وصين مرحلة يوتيان لاني يواجب هاوتو وفكير إذا هو نواه وبسواره يهرمز بمنازه هاو ووليكو ومكاو ولزيمكو ومليكو أو كم تقول صلى الله عليه وسلم أزيت يا بوبا ندى بيوانيزا يمنو يشيدا إكاو هاش هم رومانا مشي هشيني هم ليلي هم نكازا كل يوزهاي حتى هشي لي هشي لي ناي حتى هم رومومي hamnikai hamalena ye halinzangeza ena mnaimu mbevoli ya mujokashi ni hazigarelo mana iyo hata unuhele miyo kahurumrumu ume hamzaha hamnikai naurome wanu kiojako kwa wati sharrende haukaya yuawekao gali watahao na wati yo haukaya nyezimu subhana wa taala harmea ya suratu nuhu harinika garanti ya ukaya hawashishi ya wangu hao ya rizki hao hoja iwasiisha ya wanike utajiri ya ikaya ikaya sababu ya hendo layo ruhifadhi ya sharafu ruhifadhi waka isma mbiyaji jojimura hafanyaru wikisoni izo mbiyaji harmea toa ya mjezimu yule maana ayakautimiza moka in yakunu fuqaraa limana utire ukemnegaonge na unai okay kaitokange na unai yughnihu Allah mwenyezi Mungu atajirisha wallahu wasi'un alim na mwenyezi Mungu de mwenye nafasi unafasisho wangu chainzi hili kia manadamu manadamu zihamfu zahari zihanchile zahari kamungewa itani ni mwana hamali ya toka geniyo wala utamini ni mwana hajisa wala utamini mwana hasina unasaba haukaizo mtume sallallahu alayhi wa sallam ukatikawni ya zishiria ya maukaya tunka hulmarata li arba ya fungwaya mali ya suraya ne mali ne nasaba zila haka uzoleza ukaya yone todi ya mana damu atrasese grandlini, zoneze grandlini, bimane zoneze gomgimu, zisababisha umri ya temunu. Yo jisa, haukanga wakoha nzo wajisao, yo mali, abu wano wanwairoshea, yo ne nasaba, wakanga wano wakoha nzo jifakari izu.
بهمتنا صلى الله عليه وسلم هم رواية هنانا للإمام الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه وتنك شكزايا وكي حديثي ينقابل يأني أرم يوكي ونمشي ونشكر هنغني هذا رب يرميري ويأينكاي من تزوج امرأة لجمالها يمرجكم من تزوج امرأة لعزها يوجكم أن تسوق ونمشي هل توقف وهذا يمنانوه أذله الله كنوه ننانو توقفوه ونقوم جهدائلشا لكي سببني يو من تزوج امرأة لمالها لوجود سوزنك ومنامشي هسبب كولا هنوالي ومالي لم يزده الله إلا فقرا ممكن أن يجزا يبتون أي لكي سبب لي مالي ممكن أن سببن راوة النب نتم يزفن وهولا هذه هجا محاضرش أو كي سبب يعني يكون ممكن صلى الله عليه وسلم يا نبيا هبوكا فاختر بذات الدين تربت يداك تنقوى مانا هنا ماليزي يا كسلام بابو جوجيبيوا كوجونا فراحة هسبب يا بيكايا يديني كمتانيو يسبيا يسيكو منادا موزيتا يزو نيزو يكاو سيكا مهم رشل زيزي وليهولو هنا سبوا دولا نيوكاتي كاونا سينو نيزو يكاو لرعيش هوكاتي Sharikana zinji, zaka muhimu, wulihunde dhoto ya hesa, aidiyo, ya lazimu kenga hashirishi wawo, harumamikoti hamadei. Gizo muhimu resherezi ize wangu kaya. Amur dunia, usilamu mkazo onabu, jaburi mkazo onabu. Mwakasisi, ngarijina sabisao nuo, tatihanamze wa hangu, kumjinisi gaya. Kuna mboka haki kedini ya kisilamu raji halisi na ndedini ya daraja ya ribahala ukabansi wa isilamu ili ya kisilamu hakika uraji izopi ya kuzambo habu ya kaya habembea mkwano ya kiasi ikawono